عندي سؤال بقى معلش ومنتهى الصراحة، اتفضلي. حبيتي ايه في الراجل المصري ده؟ عندنا الناس بيهربوا، يعني مش كله طبعا، بهزر بس، بعض بيقول لك كده، بعض الستات تقول لك انا عايزه اتجوز اجنبي، انت بقى جيتي اتجوزتي ماله مصري. للراجل المصري يعني هو ماله جميل للراجل المصري؟ جميل جميل جمال. هي حرة خليها لا لا انا براحتها. بهزر طبعا، بهزر طبعا. ايه اللي عجبك في الراجل المصري؟ قولي بقى علي. قولي بقى علي فريد يعني هو هو يعني جدع جدا، جدعانة فعلا دي موجودة عندنا فعلا حقيقة جدا من البداية، يعني ساعدني كتير، فهو عنده قلب أبيض. تعرفتوا على بعض ازاي يا علي؟ يعني بعشق القصة دي بصراحة. من والله مش فاكر من قد ايه، بس لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي علي ما تيجي نروح الاستاد، اسمه عباسي، بيكلمني يقول لي ما تيجي نروح الاستاد، قلت له يلا. كان بقالي فتره ما بروحش الاستاد، فقال لي تعالى نروح. رحت الاستاد لقيت في واحده اجنبيه قاعده في المقصوره. اجنبيه؟ لا وبتشجع قوي. مين دي؟ لا اجنبيه وبتشجع ومن ثالثه شمال. مين دي يا معلم؟ قال لي دي اليسيا بنت كابتن ميشيل وبتاع. تمام 100 100 بس خلاص. وانت من الاستاد كله شفتها؟ ما طبعا يعني استنى اوت يعني بارزه يعني. فقال لي دي اليسيا بنت كابتن ميشيل، دي مشهوره جدا وبتاع. بس تمام. بعديها باسبوع انا عندي شركه دعايه واعلان، فاحنا كنا منظمين ايفنت كده. لقيتها داخل الايفنت، رحت جايب بقى فريق العمل كله موقفهم قدامي، مين اللي عزم البنت دي هنا؟ لقيت واحد طلع انا ما قلتش حاجه غلط والله انا عزمتها. فقلت له احكي لي بقى انت، وتوتر جدا وانا بقول له ايه، انا عايز اعرف بس ايه القصه يعني. قال لي لا دي فلانه الفلانيه ودي بتعمل محتوى تحفه عن مصر وبتاع وكده. قلت له طيب حلو مفيش مشكله، المره الجايه تيجي المكتب عرفني. جت المكتب تاني وتعرفنا على بعض، وابتدى الشغل يكبر وحجم العمل يكبر، وابتدى يبقى في حاجات مشتركه بيننا وبين بعض اكتر، لحد ما حصل اللي حصل. ايه اللي حصل بقى؟ ما احنا عايزين اللي حصل. اللي حصل بقى عايزين الديتيلز. يعني انت رحت قلت ايه وهي قالت ايه وميشيل عارف امتى والحاج عرفت امتى؟ عشان كده لا ده خدنا معاك تفاصيل، ده بيت الاهلي معلش. اللي ما قلتوش هناك هتقوله هنا، خلينا نعرف بقى تفاصيل فعلا. تيست على طول. والله ابتدى يبقى فيه زي ما قلت لكم يعني اعمال مشتركه كتير، فابتدت مره في مره يبقى فيه ميتنجز اكتر، يبقى فيه كلام، يبقى فيه تصوير، يبقى فيه اعلانات بتتصور، يبقى فيه يعني بقى فيه بروجكتس مشتركه. سبحان الله بتختارها هي يعني عمل. هو طبعا يعني ده حاجه تزود، ده شرف ليا. ايوه بس يعني انا عارفه، بس طبعا انت بتختار لسبب تاني. ايه السبب التاني؟ خالص والله. ايه السبب التاني قولي لي. وطبعا ابتدى بقى من هنا، ابتدى يبقى في استلطاف. الحمد لله كان في استلطاف من ناحيتين، ولا ما فيش استلطاف من ناحيتين. حصل الحمد لله استلطاف من ناحيتين، وبعدين ابتدى سنه بسنه لا بقى في زي حب مشترك من ناحيتين. ورحت للحاج ميشيل وقلت له، هو على فكره هو الطليان زينا بالظبط. يعني دلوقتي انا اسالها انت، اي حد يسالها انت جنسيتك ايه هتقول لك انا ايطاليه. فالطليان زينا بالظبط، اللي هو ايه عندهم عصب صعيدي كده. هم اقرب ثقافه بحر متوسط لينا. بالظبط كده بالظبط. جنوب ايطاليا. الجنوب بالذات، الجنوب بالذات، جنوب ايطاليا بالذات. منين من ايطاليا اليسي؟ جنوب ايطاليا، بوليا. من جنوب ايطاليا. كنت ليك في الكوره وبتشجعي كوره في ايطاليا وكده ولا؟ ايوه. بتشجعي مين؟ يوفنتوس زي بابا يعني. كان كابتن مدحت شلبي في فيديو معاكي انا شفته، وكان بيسالك سؤال وردك كان مفاجاه، لما قال لك لو ايطاليا بتلعب بلجيكا بتلعب مصر، انت قلتي قال لك هتختاري مين؟ قلتي مصر. دي اجابه حلوه على فكره، اجابه ذكيه. صحيح. ده حقيقي؟ ده ممكن فعلا يحصل؟ صعب جدا. بس انت عارفه انه احنا في مصر هنا برضو عشان الثقافه مختلفه شويه،
البنات صعب يبقوا مجانين كوره يعني. يعني انت قدمتي قدمتي موديل غريب شويه على المصريين، بس المصريين حبوه جدا بالذات الاهلاويه. بس شويه كله everything is changing. طبعا طبعا كل حاجه بتتغير. بس في ايطاليا يعني مجنون بالكوره برضه. طبعا طبعا مجنون. روما ليكي صوره مع فرانشيسكو توتي في الماتش الاخراني.